تابعين حلقتنا مع اتيكات مع نادين ظاهر، يا اشتقنا لها، اشتقت لك كثير. وانا كمان كله تمام، انا بشوق مستمر لك. خلي لي قلبك. وشو هالقلب الحلو هيدا؟ هيدا بمناسبة عيد المرأة؟ هيدا بهديك اياه حبيبي. لما يكون عندنا سيدة، وانا قبلته، انا قبلته سيدة هالقد جميلة بوجدها، نعطيها عينينا وقلبنا حبيبي. خلي لك عائلتك نادين. اليوم رح نحكي بيوم عيد المرأة عن المرأة. صحيح، المرأة والاتيكيت. صحيح. هلا بدنا نحكي بكره طبعا 8 مارس، يعني انا بحب ليك، في كثير ناس بتقول لا ما في داعي لنهار يعني نعيد فيه، برجع بعيد انه دائما وقت اللي بنركز بنهار لا منه غلط ابدا، بيصير في اذا بدك هيك انرجي او بيصير في طاقه موجهه نحو هيدا الموضوع، اي موضوع كان، يعني 365 يوم طبعا في بنهار امرار بيكون في اكثر من عيد او بيجمع عيدين مع بعض، ولكن عيد المرأة ب 8 مارس شغلة كتير أساسية وكتير حلوة، وأنا برأيي أنه يمكن حلو أنه نحن نفك نفصل شوي شو معناتها المرأة الأنيقة، المرأة اللائقة، المرأة شو القصص اللي حلوة أنه السيدة تنتبه لها. هلا أنا طبعا رح أحكي من منظار اتيكيت، يعني أنا هيدا اللي اليوم بدي أحكي فيه، ولكن في كتير محلات بيقدر ينحكى على الصحة النفسية، بيقدر ينحكى على الصحة الجسدية، بيقدر ينحكى من أكثر من منظار. أنا رح أحكي اليوم شو صفات السيدة الأنيقة يلي لازم تنتبه لها، وكيف كمان نحن لازم نربي صبيانا على أنه هذه الأمور لحتينا تصير جزء لا يتجزأ من شخصيتها، ونربي الشبان كمان على احترام هذه الصفات وانه يفتشوا عليها بالاشخاص اللي بدهم يرتبطوا فيها في المستقبل. وبدي اقول انه ما في حدا بيخلق معلم، ما في حدا بيخلق بهذه الصفات، هيدي صفات مكتسبه ومع الممارسه بالتربيه. بتعرف انا صاحبه مقوله الاتيكيت صقل التربيه، فاذا في عندنا تربيه يلي بتجي بالدين، بتجي بالاهل، بتجي من المدرسه، بتجي من كذا محل، وفي عندنا صقله يعني ابرازها، يعني نعطيها اكثر كيف نقدر نفرجيها بتصرفاتنا، فاذا السلوكيه هي يلي رح تبين هيدا الشيء. وفي كتير أشخاص بيقولوا كتير حلو هيدا حضوره بس نحن ما بنعرف ليه، أو عنده كاريزما، حتى الكاريزما بتدرس، في صفات معينة الأشخاص بيتحلوا فيها أكثر من غيرهم، بس مش معناتها إذا نحن ما عنا إياها نحن ما فينا نكتسبها. ما في شيء ما فينا نكتسبه بالممارسة، وبأنه نحن نكون واعيين لها، نحن ننتبه لهذه التفاصيل، وشوي شوي بنصير نكتسبها مثل أي عادة أخرى، لأنه نحن بنكتسب العادات، صح ولا لا؟ فإذا مع الممارسة بيصير في عنا هذه العادات، فمثل ما بنكتسب عادات سيئة فينا نكتسب عادات حميدة ونخليها بالعكس، وتغيير العادات هي شغلة كتير أساسية. أول شغلة الاحترام، طبعا رح نرجع نحكي فيهم، ولكن السيدة لازم تعرف تحترم الخصوصية، خصوصيتها إلها وخصوصية الغير، وإذا حدا ائتمنا على أي سر مش من اللائق إن هي تفشي فيه، حتى لو يعني حتى لو سئلت إمتى بتفشي بهذا السر، إذا كان هذا الشخص اللي مأتمنا على هذا السر صار في حياته معرضة للخطر، يعني صار في خطر على هذا الموضوع على حياته، فهون ممكن لا اذا بدك اسباب خارج عن المألوف والاراده ان هي لانقاذ هذا الشخص فيها تحكي انه انا قال لي 1 2 3. اما اذا حدا اتمنى على السر فابدا مش من اللايق انه نحن نفشي فيه. هيدا اول شغله، الخصوصيه الشخصيه والخصوصيه العائليه والخصوصيه اللي هي بتدل على انه نحن ما نقول امور اذا كنا موجودين باي مكان او نحن اؤتمنا على وجودنا بهذا المكان، فمش من اللائق ابدا انه نحكي عن اسرار البيوت، ان كان سر اسرار بيوتنا، اسرار بيوت اهلنا، او اسرار بيوت اهل زوجنا.
فهيدي طبعا كمان امور كثير خاصه ما بنحكي عنها ابدا ولا تحت اي ظرف من الظروف. دائما لازم يكون حديثنا كثير خفيف ناعم. اذا عندنا مشكل لمين منروح؟ للمختصين. يعني في اذا انا عندي مشكل بدي حله ما بروح بفشي الاسرار شمالا ويمينا عسى انه حدا يعطيني اي اذا بدك نصيحه. اللي بيعطيك نصيحه هو صاحب الاختصاص. طبعا مش رح نحكي على السوشيال ميديا لانه هذا شيء يعني خارج عن التفكير اصلا. هاي اول شغله. فاذا احترام الخصوصيه، احترام الاخرين بشكل حقيقي وليس بشكل شكلي. فمش انه انا بالظاهر بعمل شيء وبالباطن بعمل شيء ثاني. السيده الانيقه هي المتصالحه مع ذاتها، واللي بتقوله بالعلن هي اللي بتفكر فيه بينها وبين حالها. واذا في عندها اي انتقاد او اي شيء مش عاجبها تعرف كيف تقوله بدون ما تجرح الآخر، ولكن رأيه لازم تقوله. ومش بالضرورة دايما يكون أراءنا متوافقة مع الآخرين. أنا فيني أقول لك أنا بسمعك واحترمت رأيك بس أنا ما بوافقك الرأي، أنا رأيي واحد اثنين ثلاثة. واحترام هذا الاختلاف هو من صلب الأناقة، أناقة الروح، أناقة الحضور. لأنه أنا إلي حق يكون عندي رأيي وإلي حق لك حق يكون عندك رأيك، وإلنا حق نختلف بس بدون ما يسبب هذا الشيء خلاف. ثالث شغلة الابتعاد عن النميمة. كيف ما برمنا النميمة مش مقبولة. يعني ما فيني أقول أنا أني أنا عم نم على شخص ولكن لمصلحته. النميمة أني أنا استغيب أشخاص منهم موجودين وأحكي عنهم بشكل سلبي. فأنا فيني أحكي عن الأشخاص إذا عبالي أعطي رأيي، ولكن على شرط يكونوا موجودين وأتناقش أنا وياهم بأي موضوع. بتعرف تعطي إطراء، والإطراء رح نعمل حلقة، والإطراء والمجاملة في فرق بيناتهم. نعطي إطراء دايما بيكون كلمتنا حلوة، دايما بتعرف تقول الأشياء الإيجابية أكثر من الأشياء السلبية. فالسيدة الأنيقة قليل ما بتلاقيها إنها بتعطي تعليقات لاذعة أو جارحة، بتعطي رأي ولكن بشكل جميل. أناقة المظهر شغلة كتير أساسية وما دخل أبدا 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 بالمادة. فمش معناتها، بالعكس تماما. تعرف أنت أوروبا يعني يلي نحن كتير تعلمنا منهم بهذا الإطار، يلي هن كانوا إذا بدك سباقين بهذا الموضوع، بموضوع أناقة المظهر، لأنه أرسوا ونحن منلبس مثل الاوروبيين. يعني خصوصا بلبنان نلبس مثل الاوروبيين، يعني ما حدا فينا بقى بيطلع باللباس اللبناني القديم الا في مناطق معينه، وهذا الشيء كمان محترم عليه. ولكن نحن بنلبس لبس اوروبي، فاذا وبناكل بشكل اوروبي. يعني نحن بعدنا والشوكه والسكينه هن اوروبيين مش من عنا اجوا. مش معناتها اللي بياكلوا بغير طريقه منهم انيقين اطلاقا، ولكن عم بحكي انا بشكل خاص لنا. فاذا نحن وقت اللي بنستعمل شيء مش نحن خلقناه لازم على الاقل نعرف شو اصوله، كيف بنلبس. اذا بدك تلبس جاكيت، طول الجاكيت قديش، طول الكم قديش، طول البنطلون، اذا الكلسات على شو بيتبع. هيدي امور نحن نعملها ولكن إلى قواعد معينه. السيده كمان، السيده الانيقه هي السيده يلي مش كثير بتبرز الغنى، يعني الويلث اذا بدك المصاري. فبتعرف تلبس الألماز وقت اللي لازم، بتعرف تلبس قصص خفيفة وقت اللي لازم، بتعرف تنقي اللباس الجيد بالمقام الجيد. فأنا لكل مقام لباس، غير مقال لباس. لأنه أنت اليوم وقت بتروح على السبور ولبس لبس سهل، هذا منه من الأناقة إطلاقا، والعكس صحيح. وقت اللي منروح على محل ويكون في عنا دريس كود، احترام هذا الدريس كود هو من احترامنا اولا لذاتنا وثانيا للاشخاص اللي عازميننا على هالدعوه. اوقات نادين كمان السيده اذا رايحه تكون عند بيت
كثير متواضع، صحيح، ما فيها تكون عم تستعرض مجوهراتها ابدا، يعني هيدا اليوم انت وقت اللي بتعرف من هيك نحن بنقول كتر الاسئله وخفف المشاوير. انا اي مكان ما بعرفه وبدي اروح عليه، اول سؤال بلبس بساله كيف اللبس، مين، لوين رايحين، على اي منطقه. فكتير مهم انه نحن كمان اذا بدنا نتواصل مع الاخرين ما فينا نتواصل معهم بفروقات كتير عاليه، بعدين نحكي لغتهم، نحكي اللغه يلي هن بيفهموها. يعني انا ما فيني فوت كمان لغه مش معناتها العربي، اللغه هي انتقاء الكلمات المفهومه، عدم التكلم بلغات منا مفهومه لدى الجميع باي مكان، هيدا حكيناها اكثر من مره. فاذا بعدين النظافه شغله كثير اساسيه وكثير مهمه بالاناقه. ما في يكون حدا ما بيشع نظافه تحسه انه هو انيق، لو قد ما كان لابس غالي. فالغالي مش بالضرورة يكون أنيق، بالعكس تماما. يعني نحن بنقول إذا كان حتى البراندات، يعني حتى إذا أنت بدك تفرجي أنك أنت لابس ماركة، فأنت منك بيلبورد، يعني أنت منك دعاية متنقلة. فإذا فيك تكون عندك شيء لابسه فيه ماركة بس تكون كتير بشكل يعني دقيق، هيك سطل، يعني مش كتير مبين. هيدا من الأناقة الزيادة إنه نحن ما نبين الماركات. مش غلط إنه الحدا إذا كان الله ناعم عليه، لحتينا مش العالم تفكر إنه يي أنا بحب ألبسهم. هيدا حقكم، وكمان حق كل إنسان ينبسط بثروته، لأنه هو كمان تعب عليها بغض النظر كأنه نحن مع أو لا، ولكن عم نحكي على الأناقة. الأناقة في إلى تفاصيل معينة بأوروبا، أبعد شيء ممكن عن إتالمان دو فورتين، يعني أنك أنت تفرجي الويلث تبعك معناتها أنت أغنى من غيرك، وهيدي طبعا إلى جذور من بعد الحرب العالمية الثانية. ثالث كمان في شغلة كتير بدي انتبه لها، أنه نحن وقت ما نكون قاعدين حركات اليدين، الحركة اليد لازم تكون حلوة، لازم تكون موجودة، لازم يكون في تواصل بين الأشخاص، ولكن مش لازم أبدا أنه كتير نلعب بشعراتنا. يعني إذا عنا عادات مش حلوة لازم ننتبه لها. التدخين، بيسألوني أنه هل التدخين هي شغلة شخصية، طالما نحن ما عم نأذي الآخرين هون بيكون في كتير ناس بتحب تدخن وهذا الشيء حقه. هلا لازم نختار الأماكن، لازم نحترم الأماكن المخصصة للتدخين، لازم نعرف إنه إذا في أشخاص كمان مثلا في حامل نسألها، نظهر لبرا، يعني كل هذه التفاصيل دائما يكون حضورنا محبب. بدي كمان أصر على شغلة كتير مهمة، الصوت. السيدة الأنيقة صوتها منه عالي، صوتها هادي، صوتها ناعم، مش معناتها انه ما بتنفعل، ولكن الصوت العالي منه جميل ومنه جذاب اطلاقا. الشغله كمان اللي دائما انتقاء الكلمات الحلوه، نحن لازم نعلم الاولاد الاعتذار من صفات السيدة الأنيقة. إذا صار في أي موقف، حتى أمرار كتير، إذا مثلا أنت عم تطلب شيء من حدا وأنت ما لك حق فيه، بتعتذر منه، بتقول له بعتذر منك، أنا يمكن عم بغلبك، عم بعذبك، لو سمحت. كل هذه الكلمات اللي نحن بنستعملها هي دليل على أناقة الروح، لأنه كتير مهم. بعدين بدي أقول أنه أحلى لباس السيدة تلبسه وأحلى يعني حلة بتطلع فيها هي أناقة الثقافة، لأنه نحن مش بالضرورة حتى لو السيدة غير متعلمة، التعليم مختلف عن الثقافة. الثقافة شغلة كتير أساسية وضرورية، ولازم نعلم أولادنا شبابا وشابات أنه الثقافة كتير 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 بتفتح لنا أفاق حلوة، وبتخلي حضورنا محبب قدام كل العالم. ومش معناتها انه نحن محل ما بدنا نقعد يكون نحن اللي بدنا نحكي، لا، نسمع كثير مهم، نتعلم كثير حلو. واذا في شيء انا ما بعرف فيه قول انا ما بعرف بس بحب اسال اسئله. فاذا الثقافه لازم تكون لباس نحن بنلبسه. شوف انا قديش بحب وقتها دائما بسمعك الصبح انت وعم تحكي، انت تتحلى بثقافه روح، بثقافه فكر، وهيدا الشيء ببين قد ما رح تقدر تخفيه. ما في داعي انك انت كل ما قعدت مع حدا تبين انك انت بتفهم
ابدا بتصرفاتك وحديثك، كله هيدا ببين. فاذا السيدة الانيقة هي سيدة اشتغلت على نفسها، اشتغلت على ذاتها. وبرجع بقول ما في حدا فينا خلق معلم، كلياتنا اشتغلنا كثير وبعمل مستمر على الذات. بعدين في عنا تقدير الذات وليس حب الذات، يعني مش سلفشنس، مش أنانية، إنما أنا بعرف مين أنا وبقدر ذاتي وعندي تصالح مع هذا الذات وبحب إني أقدمه بأجمل طريقة للآخرين. شكرا نادين على محبتك وعلى كلماتك. وذكرتيني لما كنت صغير بتقلي إحدى السيدات بتقدم برامج، يعني أنا وصغير بتقلي نحن بنعرف إنك بتعرف، ما تفرجينا هالقد. بالضبط، يعني مثل واحد بيكون مبسوط بحاله بأول طلعته بده يزيد، لا خلص نحن بنعرف انك بتعرف. فقول الكلمه اللازمه مش زياده، وهون الاستماع للنصيحه قد ايه مهم. مش هيك؟ وبدي اقول كل ما اختصرنا الكلام، كل ما كانت افكارنا جيده وواضحه، كل ما اكثرنا الكلام، كل ما كنا نحن ما بنعرف شو بدنا نقول. ثانك يو. شكرا نادين. شكرا. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.